توظيف 12,000 أستاذ متخصص لتأطير الرياضة المدرسية مع استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية في قطاع التربية الوطنية هو من بين ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. ضمن هذا المسعى كان رئيس الجمهورية قد أمر سابقاً بالترسيم الفوري لحوالي 60,000 أستاذ متعاقد في قطاع التربية على أن تنتهي العملية شهر فبراير 2023. وخلال مجلس الوزراء ثمن الرئيس خطوة الإعداد لمخطط قاعدي حقيقي للرياضة المدرسية لفتح آفاق جديدة أمام النشط كخزان للنخب الرياضية. المخطط الذي سيعزز مكانة ومهمة التربية البدنية والرياضية عبر تدعيم حظيرة المنشآت الأساسية ورصد الموارد البيداغوجية لا سيما على مستوى الطور الدراسي الأول الذي يشكل بيئة حية حقيقية لبروز المواهب الرياضية الشابة الضامنة لتجديد النخبة الرياضية الوطنية. وفي هذا الإطار أمر السيد الرئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة أمجاد الرياضة الجامعية بإطلاق بطولات الرياضات الجامعية ما بين الجامعات والأحياء الجامعية.